تبدأ الحلقة 12 من مسلسل هيبي جبل بخروج فارس من السجن مع المحامي، وبيكون أخوه كامل ناطر برا، وبفل فارس بيتصل المحامي بالختيار وبيخبره أنه فارس صار برا، وبيروح المشهد لعند وديع وبيجي اتصال من الختيار وبيخبره أنه فارس طلع، وبينتقل المشهد لعلي بالجرود وإجا لعنده جبل، وجبل بيطلب منه يعرف شو صار، وعلي بيرد عليه تنحل إذا حلفت لك مو أنا، وجبل بيرد عليه هي كلمة واحدة انت قتلته او لا، وهون علي بيجاوبه لا، وبيخبره جبل يضل بالجرود ليعرف مين ورا هالقصة وليش بده يلبسهم التهمة، وعلي بيكون فاير دمه كالعادة، وجبل بيخبره هالقصة ما فيها مراجل، الجماعة فاير دمهم وما بدي اخسر اخ تاني، علي بيرد عليه اللي بدك يا بصير، وبيسأله جبل حدا شافك بيوم اللي انقتل سميح وقادر يشهد؟ وطبعا علي كان مع ريما بس ما بيحكي، وبيخبره شو نحن بمحكمة، وجبل بيجاوبه القصة لبستك لبس وفيها دم، وهون علي بيسأله والحل؟ وبيجاوبه جبل الحل عند بياع الخل خامس محل، وبيخبره انه ما في حل الا لنعرف مين اللي عمله، وبينتقل المشهد لفارس بمكان قتل أخوه سميح وعم يلم التراب اللي عليه دم سميح ويشمن، وكامل بيخبره أنه سميح انقتل بثلاث رصاصات غدر، وفارس بيطلع عليه نظرة كأنه إجا بباله شي تاني وما بيرد على أخوه، وبيركبوا السيارة وبيمشوا، وهون بينفتح باب بيت سميح ومنشوف جواته وعلي كان عم يتسمع ليون، وبصير يتمشى بالمكان وكأنه عم يدور على دليل، وبيشوف مكان رصاصة بظهر الكرسي اللي كان قاعد عليها سميح. بعدها منشوف لحظة وصول كامل وفارس على تل أصفر، وفارس بيخبرهم يفتحوا الطريق وبيطلب من الكل يتجمعوا عنده بالمضافة، وبتجي سارة لعند منى على البيت، ومنى بتخبرها شو عم يصير بالهيبة وكيف من سنة مات أبو فارس، وولاده هلق بدهم ياخدوا بالتار خاصة بعد ما واحد من عنا قتل ابنه لأبو فارس، وبتنصدم سارة، وأم جبل بتطلب من سارة إنه ما تخاف وقيمت ما بدك من نزلك عبيروت، وسارة بترد إنه هي ما لها خايفة وبحكم شغلها متعودة على هاي الظروف، وبيروح المشهد عجنازة سميح وبيوصل فارس وبتجتمع العالم حواليه وبتعزيه وبيخبروه تارك علينا الدين على الراس قبل العين، لو ضاع منا اليوم رح ناخده بعدين، وبيتدخل أبو خالد وبيحكي هدوا البال الدم مش كلمة بتتم، والمختار أبو ملحم برد التار حق وما له حدود يا أبو خالد، وهون أبو خالد بيعلي صوته أنه ما في دليل أنه علي قتل سميح وبيت شيخ الجبل ما بياخدوا حدا غدر، بيخبر فارس أنه التار تارك والكلمة كلمتك، وفارس بيحكي نحن ما بدنا مين يعلمنا على تارنا، نحن منعرف شو قلنا وشو علينا، واللي مستغرب غدر لهالجماعة فهني سبقوا غدروا بأبونا، بيت شيخ الجبل ناطرين كلمتنا وكلمتنا عبكرة بيسمعوها، شكر الله سعيكم. وفجأة بتجي رجال مسلحة وملثمة وبيجوا لعند فارس، وفارس بفوتهم لجوا، وهون بيلمح مرت أخوه سميح وبيحط عينه عليها، وبيروح المشهد لأم جبل مع جبل وبتسأله مين اللي سرق النوم من عيونك يا سبعي، مر عليك الأصعب وما كان فيه بعيونك هالحيرة، وبيجاوبها جبل جبلك مضيع غريمه يا أمي، اللي إله مصلحة يشغلني بتارات تل أصفر ومشاكلي مع عشايرة هو اللي عم يحفره ورا ظهري ويعمل شي كتير كبير بس ما بعرف شو هو. أم جبل بتخبره بكرة الحقيقة بتبان وبتكشفه وبصير إله قبر بمزابل الهيبة، وهون بتكون نسرين الخدامة واقفة على الباب وعم تتسمع عليهم، وبينتقل المشهد لعند وديع عم يحكي مع أبو وليد، وبكون في قطعتين أثار بده يجيبهم أبو وليد لعند وديع، ووديع بخبره انطور مني تليفون لخبرك ايمت بتجيبهم، وبيروح وديع على الشباك وبيتفرج على رجال جبل مثل كل مرة، وبيروح المشهد لعند مختار الهيبة جايب له لجبل كفن وقطعة مغلفة بالسلفان، وصلها زلمي من تل أصفر وخبره هاي هدية من المعلم فارس للمعلم جبل، بينصدموا شاهين وجبل انه فارس طلع من الحبس، وبيفتح جبل قطعة السلوفان وبيكون فيها طير شاهين ميت، وشاهين برد هذا بده ياني الي، وجبل برد عليه بده يانا ثلاثتنا، هذا عم يذكرنا بابوه انت سحبته وانا قتلته وعلي سلفنه ورمالن ياه، وشاهين بيسأل شو نعمل نمحي تل اصفر بيلي فيها، وجبل بيحكي مع المختار انه لسه متأمل بابو خالد وعم يدعي لالله يصبره لانه اذا فلتت ايده غير ربه ما عاد يضبه، والمختار بيرد عليهم لا تخلوهم يجروكن وراهن، وابو علي بيخبر جبل انه اذا بتنفدى فيني عنكن وعن الهيبة وعن ابني بروح بكفني لعندن، وجبل بيرد عليه
شو هاد اللي عم تحكيه؟ انت حبيبنا وكبيرنا وبركة بيتنا، وضفرك وضفره لعلي عندي اياهم بضيع وبلاد. وبينتقل المشهد لساحة الهيبة بالليل، وبيكونوا الرجال الملثمة اللي اجت لعن فارس جايين على ساحة الهيبة، وعم يبرموا فيها بالمطرات ويرموا نار ويحرقوا الساحة، وبيزتوا نار وبيحرقوا التعاونية، وبتطل سارة من الشباك وبتشوف النار والعاني، وبتتصل مع منى، وبيتصل ابو محمود كمان وبيخبرها انه التعاونية عم تحترق وهو عصيان جوا. وبتكون النار والعانة بمحلات الهيبة والناس فازعة، وجبل عم يطفي المحلات، وجبل بيطلب من فراس يجمع كل شي الله خلقه زلم بالهيبة وبالجرود ويجيبن عالساحة. وبيطلع حواليه وبيلاقي علي حده وبيخبره يا فصعون انت شو جابك؟ وعلي بيرد الهيبة والعانة ما رح ضل بالجرد اتفرج. وبيكون وديع عالشباك وبيشوف رجال جبل اجاهن اتصال وانسحبوا من المكان ليروح يطفوا الحريق، وبس يفلوا رجال جبل بيطلع وديع مع زلمته على المرصد تبعن، وبيشعل النار بالمرصد وبيحكي مع ابو وليد وبيخبره صار فيكن تتحركوا، وابو وليد بيرد بكرة الاغراض بيكونوا عندك. بينتقل المشهد لعلي عم يطفي النار بالتعاونية، وبيشوف شاهين علي وبياخد منه المي مع زورة، وبينط علي لجوا كرمال ينقذ ابو محمود، وبيطالعوا برا وبتجي سارة بتنقذه، وهون بيسعفوا ابو محمود على المشفى، وسارة بتاخد منى لعندها على البيت، وبتكون النار ما عم تطفي بالهيبة، وزكور بيخبروا لجبل انه الاطفائية بدها ساعة لتجي والنار عم تكبر، وهون بتجي شحنات المي الخاصة بالسد، ووديع مكيف مفكر حاله سوبرمان وجاي يعرض خدماته على جبل، وبيخبره شو صار ماس كهربا يعني؟ وجبل برد ماس بس دساس، ووديع برد انا منكن وفيكن وشو بدك تحت امرك يا معلم جبل. وبتنطفي النار وبيطلع علي من التعاونية وبيشوفه زلمة وديع، وبتكون ريما واقفة على الشباك عند سارة وناطرة تشوف علي لتطمن عليه، وبتغني له ومين الشباك لرميلك حالي. وبينتقل المشهد لريما مع علي على الدرج، وبيكون علي جايب له اللابتوب ودفاتر الحسابات تبع التعاونية، وبتخبره كل تعبنا بالتعاونية راح، وبتسأله انت كيف فيك تشوف كل هالعالم عم تلومك بعيونها وتضلك ساكت؟ ليش ما بتخبرهم انك مو انت ورا كل شي عم بيصير؟ وعلي بيرد ما رح يتغير شي، وبتخبره انا ما عاد فيني اسكت، انا بعرف انك بريء، وعلي بوصيها تسكت وما تخبر حدا. بتتصل ام جبل مع منى لتطمن عليها، وبتسألها اذا غازي كان معها، ومنى بتجاوب تركته نايم على تختي، وام جبل بترد ما شفته وينه؟ وهون منى وريما بيرجعوا على البيت وبيدوروا على غازي، وبتسأل منى عن نسرين، وابو علي بيرد نسرين مختفية وغراضة مو بالبيت، شكلها هي خطفت غازي، ومنى هون بتصرخ راح الصبي. وبيروح المشهد لنسرين وغازي على الطريق، وبيجي زلمة فارس بياخد غازي وبفل، وبتنتهي الحلقة. منشوفكم بالفيديو الجاي، كان معكم نوردان، يلا سلام يا جبال.